وسام بارودي اهلا وسهلا فيك من الاخر. اهلا فيك الله. من الاخر وقت اقول للعالم انه رح سقبل وسام بارودي بيقولوا لي سهر الرئيس. ايه ليش لا؟ هيك بعرف عنك؟ يعني بيسوى انه انا بفتخر بهالشيء هيدا يعني اكيد انه شو بالنتيجه ايه خاصه هيك رئيس يعني انا بفتخر اني اكون سهره وكون هالقد قريب منه. ومن ضمن صوتنا لصوتك وتحيه كثير كبيره لفخامه الرئيس الجمهوريه العماد ميشيل سيبان. وسام بارودي بما انه بلش لك دغري بسهر الرئيس معروف بلبنان دائما سهر الرئيس بفوت بالشان العام بمجال السياسه. حضرتك عم بتفكر تفوت بالمجال السياسي ولا اوريدي فتت؟ اول شيء اكيد ما فيك تقارني بغير اشخاص لانه اكيد تعود اللبناني اليوم انه بمين ما بدك يا نهار انك تحط اي صهر اي صهر كلهم زي لا اكيد ما فيك تقارني. لقول لك ليش؟ لسبب واحد، لانه معروف ايه بلبنان انه كل مسؤول بيجي على الحكم كل الأشخاص المقربين لإله بيجرب إنه يوصلهم على مراكز متقدمة تيعطيهم إذا بدك المجال إنه يظهروا بالعلن تجاه الناس. نعم. الرئيس سليمان مش هيدي طريقته، هو بالنسبة لإله بيعتبر إنه كل شخص بده يوصل وبده فعلاً بهمه موضوع الشأن العام ويخوض هالمسار هيدا بده يتعب تيوصل، ما ينزل بالباراشوت يعني ما ينزله بالباراشوت هو مثل غير اشخاص. طيب زي ما رودي بدي اقول لك شغله، شخص يعرف انك سهر الرئيس، هل هيدا الشيء بيفيدك انتخابيا؟ ليك اكيد في شيء منها ايجابي. اليوم ولا بينسى لانه هون بركي بينسى لا كل شيء انت قطعت فيه، بينسى كل العلم اللي انت بتتميز فيه، بينسى الشخصيه اللي بتتميز فيها، بيصير بس مركز وحاطط لك تايتل انه سهر الرئيس لهيك الناس على الانتخابات. اليوم في شيء واقع بسموه البرسبشن دو بوفوار. يعني اليوم الناس أكيد وقت تشوف شخص بمقرب أو بموقع سلطة معين تتأثر هذا الشيء الإيجابي إنه بتعتبر إنه خلينا نكون قراب من هالشخص لأنه بوضع أو بموقع قوي. بس هيدا أكيد حسب الوقت كل شخص كيف بياخده. يعني إذا بتاخده بمسؤولية هيدا بيرتب عليك مسؤولية كتير كبيرة تجاه هالأشخاص هودي، إذا قادر تكون عقد المسؤولية أو لا. وسلبياتها للشغلة انه بالوضع خاصة يلي انا فيه انه الناس بتعتبر انه هالموقع هيدا لهالشخص هيدا بيقدر يعمل كل شيء بالوقت يلي سقفتنا وتربينا مع الرئيس بغير طريقة كليا. يعني نحن لا ما فينا نعمل كل شيء، نحن منجرب قد ما فينا نساعد الشخص يلي عنده حق، بس نحن ما منقدر نعمل المستحيل. مثلا انا اليوم ولا ممكن اقدر انا حدا انه انا عم خوض هالمسار السياسي او الشان العام مش لاني انا سهر الرئيس، ومش لانه الرئيس في ناس كثير بتاخذها انه وسام بارودي عم يتعاطى سياسه او شان عام بطلب من رئيس جمهورية اللي هي منا مزبوطه ابدا، يلي هي شغل خيار شخصي كليا بطلب من مرتك اللي هي بنت الرئيس. ابدا يشتغل سياسي. بس بدي اقول نحن تعرفنا سوا تقريبا من شي سنتين وقدرت اكتشف قديش انت شخص كفو وعندك القدره وعندك النظره للمستقبل، ومنك بس تاجي انه صهر لهيك بدك تعمل العمل اللي انت عم بتقوم فيه، وبركي هيدا الشيء اللي الناس لازم ينظروا له. بس بدي اعرف منك وسام، هلا طرحنا كل الاسئله بس رح تخوض المجال، تفوت بالمجال العام ولا لا؟ يا اكيد انا هلا اذا بدك غاطس لديني بالمعترك وايه اكيد هذا قرار متاخد من زمان كثير. يعني الشيخ حبيب بيعرف بيعرف قديش اصدقاء حبيب صاحبك تعرفنا هلا على حبيب من اللي تعرفوا مؤخرا ولا من انتوا صغار اصلا؟ لا حبيب في علاقه 4 سنين اصحاب. لا في علاقه كثير قديمه، في قرابه اصلا. نعم. انا وحبيب نعتز بهالقرابه. ثانك يو. لا هذا المسار نحن انا لي زمان بقوده، نحن مجموعه شباب على طول بنحكي فيها بنتعاطى شان عام، بس اكيد اليوم بحكم الموقع يلي انا فيه حطني اكثر اذا بدك بالواجهه، انا بعتبره حملني مسؤوليه اكثر تجاه الشباب يلي هي ضمن المجموعه اللي نحن فيها، وحملني اكثر انا بعتبر مسؤوليه تجاه الشباب اللبناني يلي اليوم بغض النظر الموقع والوضع بده يفوت بالمعترك. وانا بلشت بالمعترك اذا بدك تنحكي
بالعهد بعهد فخامة الرئيس بلشته بطريقة بطريقتي الخاصة. أنا لا عملت وزير ولا أخذت أي موقع، وهذا كان بقناعة شخصية مني أنه أنا إذا بدي بلش لازم بلش حط الأساس وإرجع أطلع، مش إجي من فوق وما بعرف شو بعدين بيصير فيه، ما بعرف كيف الناس رح ترجع تنظر لي بعدين. لا بيسوى أنه وين بتفيد أكثر وسام بارودي، بالنيابة ولا بوزارة الزراعة؟ أنا بعتبر أنه وين ما بكون بفيد، لأنه خياري إذا بدك أنه أتعاطى بهالمجال هيدا بالطريقة اللي لازم كل شخص يتعاطى فيها. يعني ما فيك تفوت أنت، وللأسف أنه كل الأشخاص يلي بيفوتوا اليوم على مراكز، أو أكتريتهم طبعا نقول الكل، يلي بيفوتوا على مراكز معينة بيفوتوا بتفكير مصلحة معينة، ما بيفوتوا بتفكير مؤسساتي. أنا اليوم بكل المجالات اللي بتعاطى فيها تفكيري تفكير مؤسساتي، واليوم كل شاب عنده هالطريقة وعنده هالاتجاه هيدا بالعمل مفروض يندعم، مفروض يفوت، مفروض يكون موجود أنا أو غيري. وإذا أنا ما كان في مجال لإلي، أنا أكون أكيد رح كون داعم لأشخاص عندهم مجال يفوتوا بهيك بهالمبادرة، والردي نحن عم نعملها هلأ. اليوم أهم شيء أنه يوصل أكثر كفاءة على المركز يلي بيبقى مطروح، شو ما كان يكون، كان وزير أو كان نائب أو كان نائب أو كان حيالله مركز إدارة اللي كان بالدولة. يا وسام أنا معك للآخر، أكثر من للآخر بهالفكرة، بس بظل الاصطفاف اليوم أنه في 14 و8، بظل وضع الرئيس أنه هو الرئيس الحكم، وبعد عنده سنة من بعد الانتخابات بيكون بالحكم، هل رح يكون بده يعمل كتلة؟ هل السياسة اللي عم بتدافع عنها مين رح يكون معك عم بدافع عنها بعد مرور سنة من بعد الانتخابات؟ يعني أفت شو هو المشروع بحد ذاته؟ هلا بدي أسألك كنت بعدين عن الشق البيئي فيه ما تنسيني، ولكن هو كمشروع شو هو المشروع اللي بده يدافع عنه بظل تموضع 8 و14 والتكتلات جورج بدي أسألك سؤال، كل الناس 8 و14 لا منين؟ أكيد لا، بس طب أوكي هديك ما يعني من فرد فئة كمان، بس اليوم اللي منه 8 و14 يوصل لبنان في مبادرة في بمطرح معين في شيء بده يبلش صح. يعني ما فيك تجي تقول أنت ما في محل والناس باستفافات كتير قاسية ولا ممكن تقدر تعمل شيء بهالمرحلة هيدي. لا بدنا نبلش مشروع، عندنا مشروع بيئي، عندنا مشروع زراعي، عندنا مشروع اقتصادي، عندنا مشروع سياسي. أكيد اليوم نحن مشروعنا أول شيء وطني بامتياز، وتاني شيء بقارب كل المواضيع. وسام عندي سؤال لك، أنا مواطنة من كسروين وبدك تقنعني اني انتخبك، يعني بدك تقنعني مش بالمشاريع اللي وين ما كان بسمعها، مشروع بيئي، مشروع على مستوى الوطن، مشروع هولي شعارات زهقنا منهم، انت كوسام بارودي كيف تقنعني تنتخبك بمشروعك الانتخابي؟ يعني شو اولوياتك او الثلاث اولويات عندك بال2013؟ من الاخر من الاخر حس حالي انتخابات امريكا الرئاسيه كسروين انا فعلا من كسروين وين غبالي اوكي اصلا عم نشتري اصوات بغبال اذا بقى يلا لكن انا في ساعه انا ما حدا بيت جن نحن كليت ما بنكلفك كثير لا نحن نرفض اصلا حدا يشتري لنا صوتنا ليكي انت بتعرفي ما زالك من كسروين من الفتوح تحديدا بتعرفي المنطقه قديش ناقصها امان انتبه مثل كل المناطق يعني اليوم اول هم عند المواطن شو انه يقدر يعلم اولاده يكون في عنده استشفاء مثل ما لازم يكون في عنده انماء بمناطقه مثل ما لازم يكون الانماء او بحده الادنى تنقول ويكون عايش مش عايز حدا وهذا اذا بدك اللي انا بطمح اني احققه او احقق قسم منه او احط شيء على السكه الصح انه يتحقق اليوم في مشاريع كثيره عندنا مشاريع كثيره بتخص المنطقه هلا يمكن ما اعرف اذا رح نحكي عليها بعد شوي مشاريع بيئيه مشاريع زراعيه وتحديدا بغباله اذا عم تحكي عن غباله عندنا مشروع هلا عم نحضره زراعي للتنميه الريفيه رح نبلش فيه بغباله عندنا مشاريع اذا بدك العلاقه بالاستشفاء بالمناطق بلا مقطوع عن حديثك على ذكره الاستشفاء انا بهمني ما بهمني السياسي لا من قريب ولا من بعيد لا بهمني المواضيع الانتخابيه انا بهمني البني ادم الانسان المزارع هالمزارع اللي قاعد بالحقله بعيد كيلومترات وبامامك تحت السيري بعيد كيلومترات عن اي حاله طوارئ عقص وعقرب عقص طحية حمل قص ايده ونزف شو في شيء عم تفكر فيه لحتى نقدر ندعم هالزلمه اللي ما عنده شيء غير هالملك هالارض اللي بوجهه نحن بهذا الموضوع تحديدا عندنا مشروع مركزين emergency centers بأعالي رح نجربهم إذا بدك كموديل بكسروين بأعالي الفتوح وبجرد كسروين
هول الامرجنسي سنترز بيقدروا يوصلوا انه يعملوا عمليات جراحيه ضمن السنتر بس ما فيهم غرف. يعني بيفوت الشخص اذا في اي ارجانس بيفوت بيعملوا له الاسعافات الاوليه، بيقدروا يعملوا له حتى العمليه بهالسنتر هيدا، وبيرجعوا بعدين بينقلوا له بطاقه ضمان او ما بعرف. لا 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 لا, لا, لا. هيدا رح تكون اوبن، حيلا شخص مين ما كان يكون بيفوت على هالمركز هيدا بيعملوا له كل الاسعافات اللازم. برجع بقول لك حتى ممكن نقدر نوصل نعمل فيه عمليه جراحيه، عمليه قلب مفتوح حتى يمكن. اوف طب دعمل ميد منين بيجي هون؟ في جهات منحه كثير، في اشخاص أوكي. كثير عاملين خير، مجتمع مدني ناشط بهيدا الموضوع والبادجت تقريبا تامن. حبيب خبري انا وسام انت وعم تحكي ما بدي غير كثير الموضوع، بس في صوره بعرف عزيز كثير على قلبك عم تمرق وراك، صورة ابنك مع الجيش على الملالة، ويلي بيعرف يلي بيعرفك منيح بيشوف قد ايه اولادك كثير بحبوا الجيش، بيبقوا لابسين اوقات بدلات جيش وعندهم هيك هالشغف. هل لانه جدهم كان قائد جيش ولا انت هيك بتوجههم لحب الجيش؟ وانت شو تعليقك على الصورة؟ لا بغض النظر هلا بنعلق على الصورة، بس انا كنت بحب اعمل ضابط، بس انا اهلي ما خلوني لانه انا وحيد، قامت الايام علي انه لا ما بدنا اياك تروح على الحربيه. بس تعرف لك عشي بنت قائد او ضابط. بس انا بتمنى، انا عندي امنيه انه حدا من اولادي، انا عندي صبيان وبنت، حدا من اولادي يكون يعني يكمل ويفوت بالسلك العسكري وخاصه وتحديدا بالجيش. هيدي الصوره صراحه انا حبيت حتى لانه هيدا النهار بيعني لي كثير وبيعز على قلبي كثير، هو النهار اللي رجع الجيش فيه من نهر البارد. هون بدي احيي الجيش. بتعرف انه اهالي الشهداء يلي سقطوا بنهر البارد شو كانوا يقولوا لقائد الجيش وقت يروح يزورهم يعزيهم؟ يقولوا له بعد عنا 4-5 اولاد فيك تاخذهم كمان ويستشهدوا كلهم، لانه هي قضيه نحن كلنا معك فيها. برافو. سيدو كرم وسام، انا رح احكيك على شيء ثاني، يعني شيء بخص الاجريكلتشر اللي انت جاي منه والسياسه شوي. انت بهمك الزراعه؟ عم نحكي عن الزراعه. بفهم بالزراعه ما بفهم كثير، بدي مين يعلمني؟ اذا رح تجمع بالسياسه عندي سؤال حلو، شو علاقه الارزه بالعلم اللبناني؟ واذا شلنا الارزه وحطينا لا بس وسام بتعرف في مزارعين كثير بالبقاع بيزرعوا قصص اللي هن الليجل، ممنوعات ممنوعات ممنوعيات، وبيروحوا بيحرقوا لهم كيلومترات وكيلومترات، وهالمزارعين يعني ما عندهم شيء بديل، بيقولوا لهم زرع بطاطا زرع بندوره حياة فجله وجزر، بس انه ما بيقدر يعمل غير شيء. انت دخنت بطاطاي ما زبط. سؤالي بس سؤالي بكره وقت تقول نحن ونحن بكره اذا استلمت ان شاء الله تستلم دقع خشب، شو عندك مشروع؟ وبتعرف انه برا في كثير عالم بيزرعوا ليجل عم بيستعملون للادويه بيستعملوا، وفيها تكون شيء كبير منتج، معنا نحن مصالح يعني ميتالورجي ولا سيارات، في عنا زراعه وسياحه هون هن، بالزراعه كيف فيك تستفيد من الشغله؟ واذا ما فيك تستفيد شو بتعمل للمزارعين؟ اول شيء بدي اقول لك شغله ما لها علاقه، هيدي بالنسبه لي ما لها علاقه باذا وصلت او ما وصلت، هذا الموضوع صح. انا عم بشتغل فيه بغض النظر، يعني مش العمليه انه اذا وصلت بعمل واذا ما وصلت ما بعمل، لا ابدا، انا هيدا خاصه الشيء اللي شو بتعمل او بتوقف العمل حضرتك عم تشتغل الشيء اللي هو زراعه، بتعرف انه اول شيء هيدا اختصاصي ونحن بالقطاع بنعاني كثير من هالموضوع هيدا، انه المزارعين ما عم ينخلق لهم بدائل وما في استراتيجيه واضحه للزراعه بلبنان، يعني بنتاسف انه تاريخ وزاره الزراعه تما نقول من اول ما تاسست لليوم، بس من فتره زمنيه ما لنا كثير قريبه لليوم، ما في سياسات واضحه بالزراعه، ما في جغرافيا زراعيه. اليوم المزارع ايه وقت يكون قاعد لحاله، طب شو بده يعمل؟ بالنتيجه بده يطلع مصاري، وقت يجرب اي ينتج اي نوع او اي صنف ويلاقي حاله ما عم يستفيد بده يروح على زراعات ثانيه، بده بالنتيجه بده يعيش اولاده. بقى الأساس هو أنه تلاقي بدائل للمزارعين، والأهم من هيك تطور الزراعة بلبنان. لا
للاخر حبيبي خبري. انا من الاخر انا ضد الـ 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 القوانين هلا كيف عم تركب، بس اذا زبط القانون الارثوذكسي ومشي بيكون عنده افانتاج واحد، انه انا مش من كسروان بس ماروني رح انتخبر بيكون فيه افانتاج واحد. انا من الاخر بدي اقول لك الله يقويك، ووصلنا تحيات لريتا والعائله كلها. دخلك الشباب شفنا معك شباب بلشت من هلا؟ لا هو جايين معك. لا شيخ نسلم عليهم نادي وجو وبول وكل الشباب بالشغل كمان. لا نادي وجو هن حبوا يجوا كرمالك وجارج وقليل على الليلة برا. لا لحبنا الاخر. انا وسام ما بنطر مشروع منك، انا كونك انت متقرب من فخامة الرئيس بقدر لإلي نكون معك ومن كسروان. هيدي كتير بلنت فخامة الرئيس عم تحضرنا كيف تبيضة يعني. مزبوط. راشد بحصله. وسام انا بتمنى لك انه اذا بتسمح لي قبل ما اعطيك الثامز اب اقول لك طموحك الانتخابي ما يطغي على برنامجك الزراعي الانمائي، لانه ساعتها بعمل هيك. بس لحد هلا بعمل لك هيك قد ما شفت عندك طموح للفقير وللمزارع تحسن له حياته، فأنا بعمل لك من هلا هيك. تينو كرم. وسام انا بشوف انه حكي كثير متوازن مع هال 28 مليون لبناني، ما بعرف اذا الارقام مزبوطه، ما بعرف قد في بلبنان، انه يقدروا ينتخبوا اونلاين ويقدروا ينتخبوا بركة بالسفارات تبعهم الجاسبورة الكبيرة، لانه بفتكر متوازن مع كلامك وعندهم سياسة كمان حيادية مثلك. زينة. وسام انا بدي احيي فخامة الرئيس من خلالك، لانه عطيك درس كتير مهم انك تكافح تاخذ المقعد النيابي، مش تاخده هيك على طبق من فضة ومن ذهب، وهيدا شيء كتير منيح. وكما تشبه غير قصرة رؤساء جمهورية، وما تما يكون كشي هيك مقدم لك مع انه هي زينة بسيل. ايه بس شو بدك تعمل؟ تعمل بس عمو مش رئيس جمهورية ولا رح يصير. لا يا شباب يا شباب روح بعد ما قرب عليك بيتك. لا انا بغض النظر من جهة عن محبتي وتقديري لفخامة الرئيس، انه انا ابن الجيش وبعزه وبحبه، رح شيله على جنب، رح اتمنى لك التوفيق، لانه اللي مثلك من جهه لا حياديين او الحياديين ولا اصطفافيين، من جهه ثانيه بيمثل الشباب وروح الشباب وطموح الشباب وكفاءه الشباب، بتمنى لك كل التوفيق بغض النظر اي قانون معقول. وداعم الرياضه مؤخرا كمان. ايه نعم بقى ان شاء الله خير، المهم يكون في انتخابات. وانا بدي اقول لك وسام بارودي برافو لكل شيء عم تعمله. اذا بدنا نشيل الشق السياسي على جنب، انت انسان طموح جدا وتمثل كثير الشباب اللبنانيه، واللي عندهم بركه هول الافكار وبيحلموا بلبنان احسن وبلبنان افضل، وكل ما بركه هول الشباب بيسافروا وبيروحوا على بلد بيرجعوا على لبنان مع غصه صغيره بيقولوا ليه بلدنا بعده هالقد، ليه كل البلاد حوالينا عم تتقدم ونحن بعدنا عم نرجع لورا. مش هيك انا بدي اقول لك انبسطت كثير وقت تعرفت عليك قبل ما اعرف انك سهر الرئيس، وانبسطت اكثر وقت عرفت انك سهر الرئيس. بدي لك تحية كتير كبيرة، وتحية كمان كتير كبيرة لفخامة الرئيس اللي عم يتابعنا الليلة. رجع طبعا شهرين يعني. على كل وسام بوريدي ما لك برافو لكل شيء عم تعمله، وإن شاء الله تضلك دائما بهالهمة، وشكرا لوجودك معنا.